بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة ان شاء الله هنعملها في وصفتنا هي السيرب، علشان خاطر يلحق طبعا يبرد معانا. عندي زي ما احنا شايفين لعمل السيرب كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، وناخد بالنا ان نفس الكوباية اللي بعاير بها السكر هي اللي بعاير بها المية. عندنا نص ليمونة، عندنا فانيليا هناخد منها طبعا معلقة صغيرة عشان دي علبة فانيليا. لو عندك الباكت يبقى هو باكت واحد. تمام حبايبي، فضينا السكر والمية وهنعصر عليهم عصرة نص ليمونة. بنقلبها طبعا وبنرفعها بقى على النار. يلا نبدأ في وصفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مكونات بقى وصفتنا النهاردة، عندي كوبايتين من السميد الخشن، كوباية الا ربع من الدقيق لاستعمال كل الاغراض، عندي رشة بيكنج باودر او معلقة نص معلقة صغيرة، عندي رشة ملح، عندي رشة فانيليا او برضو نص معلقة صغيرة، عندي علبة زبادي اي نوع طبعا بتفضليه. طبعا المية هنشوف على حسب احتياج العجينة معانا، زي ما اتفقنا كل دقيق بيختلف. عندي نص كوباية زيت. مكونات موجودة في كل بيت وسهلة جدا. يلا بينا نسمي الله. هنحط اول حاجة كوبايتين السميد بتوعي، ده سميد متوسط. بتقولي للراجل عايزة سميد خشن او متوسط. اول حاجة اعملها كده، بحط بقى مكونات الجافة، بحط رشة الملح، بحط نص معلقة صغيرة فانيليا او رشة فانيليا برضو، بحط برضو رشة بيكنج باودر. يعني كل حاجة بالايد كده، هو رشة او نص معلقة صغيرة. يعني لو عندك معلقة صغيرة بتحطي نصها، نص بيكنج باودر، نص ملح، نص فانيليا. تمام حبايبي. وبقلب بقى مكوناتي دي الاول الجافة مع بعضها كويس. بعد كده ايه بقى الزيت بتاعي هنزل بيه، نص كوباية زيت. الخطوة دي اساسية جدا، لازم اتأكد ان الزيت تغلغل في كل حبات السميد بتاعتي. اما نيجي نعمل اي حاجة بالسميد لازم نتأكد، ان كنا هنعملها بزبدة او بزيت، نتأكد ان حبات السميد شربت كل الزيت او المادة الدهنية بتاعتنا. تمام حبايبي، اهو كده وبتأكد انها هي خلاص شربتها. كده تمام اهي معايا اهو، خلاص كده هي شربت السميد، شرب كل المادة اللي عندي. هنزل بقى بالزبادي بتاعنا اهو، علبة زبادي. هنقلبه كويس جدا ونتأكد ان هو امتزج برضو مع السميد. برضو دي خطوة اساسية. بصوا حبايبي بعمل ايه، اتأكد ان هو امتزج كويس جدا مع السميد بتاعي اهو. معلش انا ماشية معاكم خطوة بخطوة علشان خاطر تشوفوا كل حاجة. كده اتأكدنا خلاص برضو ان الزبادي بتاعنا دخل في كل حبات السميد بتاعنا. حبايبي كده لما الاقي برضو كده معايا بالمنظر ده، بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل ايه بقى؟ هنزل بالكوباية الا ربع دقيق، اللي هو الدقيق العادي لكل الاستخدامات، كوباية الا ربع، وهقلب برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شايفين حبايبي عامله ايه معايا؟ ما شاء الله.
برضو خلاص كده الدقيق بتاعي راح امتزج برضو في برضو في حبات الزيت ودقيق السميد والزبادي. الخطوة اللي بعد كده بقى هزود المية، وزي ما اتفقنا المية بتزيد تدريجية لغاية ما نكون عندنا عجينة. هقول لكم هيبقى شكلها ايه، برضو ما نزودش المية مرة واحدة ونلاقي العجينة بقت صيصة معانا، لا شوية بشوية لغاية ما هوريكم القوام اللي انا عايزاه. هجيب بتاع اعمل بيها افضل كده عشان ايه اتاكد ان المكونات ايه متزجت كويس اهي. معايا نحتاج ميه تاني، انا كده لغايه دلوقتي هي ايه حاطه كده لغايه دلوقتي نص كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاها ايه عايزه العجينه تبقى معايا كده بالمنظر ده عشان اعرف اشكلها، ما تبقاش سايبه خالص، لو بقت سايبه خالص معايا مش هعرف اشكلها. تمام حبايبي، بالنسبه لي خدت كوبايه الا ربع ميه، ممكن تاخد معاكي اكتر. خلي بالنا ان الكوبايه اللي بنعاير بيها هي تبقى نفس الكوبايه لكل حاجه، يعني اللي عايرنا بيها الدقيق هي هي اللي عايرنا بيها دقيق السميد هي هي اللي عايرنا بيها الزيت، علشان يبقى كله زي بعض. ميه زي ما اتفقنا ملهاش معيار، الميه على حسب ما الدقيق بتاعك يلم معاكي زي ما اتفقنا، وهنقول تاني كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. كده هنبدا بقى نعبيها في كيس حلوان عشان نشكلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنعبيها بقى ايه الكيس ده عشان يسهل علينا ان احنا نشكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا النار بتكون الاول عالية وبعد كده بنهدي النار، ولو الطاسة كبيرة عندك بتقدري تعملي برضو كذا واحدة عشان تنجزي، عشان ما تقفيش كتير طبعا في الحر. تعملي برضو اتفقنا نعمل الحجم اللي ايه اللي احنا عايزينه. يعني تقدري في الطاسه الواحده تعملي كذا واحده، تقديره معاكي زي ما انا عملت كده تقدري تعملي كذا واحده مع بعض. بنطلعها كده على السيرب على طول علشان خاطر وكده حبايبي بقى عندنا احلى مشبك سوري جميل جدا وما بياخدش 5 دقايق، ويكون عندك احلى حلوه المكونات كلها في بيتك وسهل جدا، وتعملي لاولادك حلوه حلوه وسهله ونضيفه في بيتك وجميله جدا ما بتاخدش اي وقت وجميله زي ما احنا شايفينها. طبعا تقدري تزينيها بقى بجوز هند، تقدري تزينيها بمكسرات اللي يعجبك. طبعا التزيين زي ما اتفقنا حاجه حبيبتي طبعا بترجع لذوقك الجميل، وكلكم طبعا جمال وزي القمر. يا رب ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا وسهله جدا. اشوفكم يا رب.